أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع هذا هدى وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ. مرحبا بك والمشاهدين، أهلا وسهلا. ما زلنا مع الهدى الذي نتلمسه جميعا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنا اليوم وقفات مع مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس مع القرآن الكريم فيما أورده البخاري في صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو وريحها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لا طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح حلو ولا طعم حلو. أستاذنا الدكتور، القاسم المشترك أمامي في هذا الحديث أن الإيمان طعم والقرآن رائحة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولا المؤمن كالغيث أينما حل نفع، والمؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. والمؤمن في داخله يعني حلو المذاق إذا جاز التعبير، تتذوقه وتتذوق أخلاقياته أسماع الملائكة، حتى إن مرض أو نام افتقدت صوته، ولذلك تعرفت على صوت ذي النون داخل في بطن الحوت في بطن الظلمات في غمار البحر، صوت معروف في أعماق بعيدة. هذا هو المؤمن، عندما نادى سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن المؤمن ما بين طعم ورائحة، ولكن لا تعطى الرائحة الطيبة إلا إذا تمكن القرآن داخل المؤمن كي يصير يعني داخله يعني حلوا، ويأتي القرآن ليريحنا منه الرائحة الطيبة، فيبقى مخبر ومظهر. فلا يكفيني أن الإنسان سبحان الله العظيم يكون مظهره جميل وكلامه جميل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهؤلاء يا سلام يظهر كده الواحد يستحي أن يسأله سؤال يعني معذرة يعني متدني المستوى، فتجد أول ما يتكلم يهوي بك في من مكان سحيق. فالمؤمن له طعم، هذا الطعم جميل أن نأكل طعاما طعمه حلو، وأجمل أن نأكل طعاما له طعم حلو وريح طيب. فهنا الصورة تكتمل بالطعم الحلو عند المؤمن
وبريح القرآن الجميل الذي نتنسمه من هذه الألفاظ الطيبة التي تخرج من كلام الله على لسان هذا المؤمن، كما كان أبو موسى الأشعري يعني لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يعني لما نرى أن كتب التفسير تتكلم عن سيدنا داود الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، يقال في بعض كتب التفسير أن داود كان عندما يرتل الزبور يتوقف ماء النهر عن الجريان. سبحان الله العظيم. ولأن الكون كله كان مع داود في ترنيماته، يعني يا جبال أوذي معه والطير. فالمؤمن عندما يرنم القرآن ويترنم به ويدندن به فالملائكة تسمع هزجة. طيب فضلتك، وقد دخلنا إلى ساحة القرآن الكبيرة وحديقة القرآن الفيحاء، أسيد بن الحضير رضي الله عنه في جرن له وإلى جواره ابنه يحيى يقرأ القرآن الكريم ليلة الجمعة. ليلة الجمعة فالفرس كما جاءت الرواية جالت أو طاشت، إذن الخيل متابع القراءة. يعني هو ما توقف عن القراءة، نسرد الصورة الأول وبعدين يعني نعرض الصورة ثم نشرحها، يعني كي نذكر فقط عن الذين يستمعون إلينا أهل علم ونحن بس نذكر. الله يبارك فيك، والذكرى تنفع المؤمنين. الله يرضى عليك، يعني أذكر نفسي. فقال بين بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بالبارحة يا رسول الله بعد صلاة العشاء أمام بيتي بين أرتل سورة الكهف رأيت أن فرسي تحمهم وقد جالت حتى كادت أن تقطع حبلها، ويحيى ولدي يحبو بجواري صغير فخشيت عليه منها فتوقفت عن القراءة. يعني سبب الحركة دي كلها حركة الخيل أثر القراءة. نعم. فلما توقفت رأيت كأن قناديل مضاءة كانت تتدلى وتتنزل من السماء، فلما توقفت إذا بها تصعد حتى اختفت. الأغرب من الخيال رد فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ ورتل يا أسيد اقرأ ورتل. قال أنا أحكي لك عما حدث. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما نكون، بس يعني مش عايزين إخواننا الدرويش ياخذوها حجة علينا ولا ياخذوها من أفواهنا يعني حجة لهم، أن هذه أحوال. حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينقله إلى الماضي كما ينقله إلى المستقبل، كما رأى ليلة المعراج أشياء لم تحدث إلى الآن ولكن صورها له قريبة فرآها رأي العين، حتى إن جاء يوم القيامة هو الوحيد الذي يشاهد هذا للمرة الثانية فلا يفزع. وكل ودعوة الأنبياء والملائكة والمقربون يوما يا رب سلم يا رب سلم، وهو يقول يا رب أمتي. هذا الثبات منه كما ثبته رب العباد ومما شاهده من قبل في مشاهده المختلفة. فهو الماضي ينحسر أمامه يأتي إلى الحاضر، والمستقبل يأتي ليراه أيضا في الحاضر. اقرأ ورتل. فلما علم قال هذه سكينة الله تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. إذن السكينة عندنا هي شيء معنوي، وعند الصالحين شو محمد ذل لي أو معرفش أنا هقول جملة وأنت أقول لي أنا موافق ولا غير موافق. يعني الصحابة في يقظتهم كانوا كحالتنا عند نومنا. فضلتك بتحسن الظن بينا على الله يرضى عليكم الى اخر ولا نظن فيكم الا خير. الله يسعدك. يعني نحن لما ننام الروح بتواجه ملأين، الملأ الاعلى والحاجز البشري، هذا اذا جاز التعبير الحاجز الترابي، الاهاب الترابي المظلم، والانسان يترقى بقدر ما يشع الجانب الروحي فيه ويتغلب على الاهاب الترابي في يضيء كما كان الصحابه. نحن لا نشعر بهذا إلا إذا نمنع على ذكر. فالروح تواجه الملأ الأعلى فأرى أبي وعمي وخالي وجدي الذين ماتوا، أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأرى الصحابة والصالحين وإلى عالم الملكوت. الصحابة كانوا في يقظتهم كحالتنا نحن، كانوا في نومهم في يقظتهم كانوا كحالتنا في نومنا، لأن الروح شفافة. إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد، يبقى هو على اليقظة وشايف. نعم. احنا ما رأيناها الا بعضنا رأها في الرؤية حاجة زي كده او شمها هكذا، لكن ان نتنسمها في مجلس العلم يعني رأيناها عند الكبار من علمائنا رحمة الله عليهم، جلسنا في مجلس فشممنا رائحة ما وضعها احد، هذه عند وجود الصالحين. فحتى كان الامام
احمد عندما يذكر الشافعي ويكون متكئا في مرضه الاخير كان يجلس. يا امام عندما يذكر الصالح يجب ان نجل له احترام، حتى سبحان الله احترام الرفات. احد طلاب العلم يقول كان في دوله عربيه وجاء لزيارتها فضيله الامام الاكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله فاخذ يحدثهم عن الصلاه. الناس منتظره حديث الامام الاكبر وهو كان محدث وكان لكن اخذ يحدثهم عن الوضوء الصلاه كلام يحفظه الناس. ثم دخل بهم الى الفاتحه، فلما دخل في الكلام عن الفاتحه فتح الله نعم احد الرواه وهو من جيراننا يقول يقسم ان الصلاه كانت سريه ظهر او عصر، يقول من كلام الامام الاكبر على الفاتحه انا كنت اسمع الفاتحه التي يقرأها لدرجه اني سالت هو الامام الامام خطأ اخطأ قالوا لا. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. بلغ الامر بابي العباس المرسي انه صلى وراء شيخ ابي الحسن فقرأ أبو الحسن. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا حي على الفلاح Oh.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله. قالوا لا بس قلوب، يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. بلغ الأمر بأبي العباس المرسي أنه صلى وراء شيخ أبي الحسن، فقرأ أبو الحسن: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال أبو العباس: ورد في خاطري، خواطر جاءت في الصلاة، يهب لمن يشاء إناثا يعني حسنات، يعطي من يشاء حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعني يعطي بعض الناس أعمالا، أو يزوجهم ذكرا وإناث أعمال وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما لا حسنات ولا أعمال. وانتهت الصلاة، فات المغرب. فلما انتهت الصلاة وختمها الإمام نظر إليه قال: يا أبا العباس، ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. لا إله إلا الله. يعني إحنا عايزين إيه، ندخل على يعني قضية أبو موسى أسيد بن الحضير رضي الله عنه. ففضيلتك ذكرت أن الخيل يعني بدأت يعني تتحرك وتستشعر عظمة ما يقرأ أو ما يتلى. يبقى إذن وذلك هو الكون كله، وما من شيء إلا إيه، يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، لكن القرآن يعني يسمعه الكل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إذن هذا الجبل لو لم ينزل على قلب رسول الله ونزل على جبل لرأيته خاشع متصدع. هذا الخيل، هذا الفرس عند أبي يحيى رضي الله عنه سيد بن الحضير الله يرضى عليه، فأن تحمهم وأن تريد أن تقطع. لأن في حديث البخاري وفي حديث مسلم لما نفرت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقع من فوقها، وقال: يا رسول، نفرت البغلة وساء خلقها. قال: ما ساء خلقها، ولكنها كيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. ثم أكمل الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأطنا، فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك سجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الكون كله في حالة تسبيح، وما ينسى وما يتناسى إلا المكلف بحمل الأمانة للأسف. يبقى المؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاكهة الطيبة الطيبة الرائحة حلوة المذاق، جمعت بين الأمرين، طعم طيب طيب وريح طيب، لأن هو داخله طيب وظاهره طيب. الباطن ولا يعني باطن ده، فيه ناس شو محمد باطنهم أحلى من ظاهرهم كما قال ابن الجوزي، بل أحلى. بواطنهم خير من ظواهرهم بل أحلى. فهم عند الله أفضل من الملائكة، لهم هذه الدرجة، لأن خيرهم سبق شره، وهو مركب فيه الشر، فإن خيره يسبق شره عند الله أفضل من الملك. طيب، مؤمن لا يقرأ القرآن، مؤمن لا يقرأ القرآن لا يتركه إيمانه، فهو حلو أو طيب القلب، في كل الخلق الحسن، ليس فيه حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا ولا ولا، ولكنه لا يطيب ما حوله بالأثير المحيط بقراءة القرآن. فهو كالتمرة يعني جميلا نتعامل معه، جميل، لكن لا نشم منه ريحا طيبة، ووجب عليه نحونا أن نشم منه هذا الريحة، أن نسمع منه القرآن. طب البعض أستاذنا، احنا نتكلم على أهل الإيمان، نعم، بيتعذر بأنه مفيش وقت وفي ضيق وزحمة الأعمال، في حين وأنا بقرأ في سيرة سيد الأزهريين في العصر الحديث الشيخ محمد عبد الله دراز، نعم، لما كان في السربون، نعم، كان يقول: طول حياتي أقرأ في اليوم 5 أجزاء. قالوا: حتى أيام الحرب العالمية. قال لي: داخل الحرب العالمية شغال في 5 أجزاء. تمام. أولا، هؤلاء الصالحون حتى علمونا صغارا شو محمد أن يعني راجع في 5 كي لا تنس. نعم. يعني وظننا أن هذا لولا أننا حفظنا فكرنا القرآن.
نص ظن ظنان النص نعم. فوجب تنفيذ النص نعم. لا اجتهاد مع النص نعم. فما اجتهدنا الحمد لله رب العالمين لكن نسأل الله ان يلحقنا بالصالحين فقضية ان لماذا يتعلل هؤلاء المتعللون بمسألة الوقت. الوقت لا نستطيع ان نقول عنه الا انه جندي من جند الله يوسع الله فيه ويبارك فيه لمن يشاء فيصير مع يوشع عليه السلام حتى يؤخر الله له الشمس حتى قال شوقي ألا يا أخت يوشع خبرينا على الشمس. والإنسان عندما تسلب منه بركة الإيمان وهو الذي يسلبها من نفسه بالهوى وبالشيطان وإلى آخره تسلب منه بركة الوقت فيشتت عليه الوقت يشعر انه في طول اليوم عايز يقعد اخر اليوم كده اي مشاهد او مشاهده يراجع كده عمل اليوم للاسلام لنفسه لاخرته لعياله بما يرضي الله هيكتشف انه الوقت ضاع. يا مؤمن اذا جلس كل يوم 3 ساعات امام التلفزيون فقط على مدى 20-30 سنة يعني هذا الوقت العجيب يعني والله هو مغبون غبن نفسه. فالذي يدعي الذي يدعي ان الوقت ليس حليفا له وان الظروف تغيرت وان ملابسات الحياه نقول انت الذي تغيرت. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله والجمعه 7 ايام واليوم 24 ساعه هي اما بركه او لا بركه لكن الوقت كما هو الوقت نعم. ثابت نعم. بعض الباحثين في دراسات حديثه ذكروا انه الانسان العادي اللي بيعيش في عاصمه من العواصم لا سيما اللي فيها زحام كالقاهره او دبي او ما شابه ذلك وهو يتنقل الى عمله يوميا بيقضي 5 سنوات من عمره في المواصلات. تمام 5 سنوات تمام. فلماذا هذه الاوقات لا تكون في ميزان الحسنات؟ انا اعرف انسان يعني ساكن في الشارقه طبيب فاضل يصلي عندي فبعد 4 سنوات من سكنه بالشارقة الى دبي كانت في اي سنوات قبل 2008 كانت الدنيا مزدحمة جدا فيصل في ساعة ونصف الى المستشفى فيقول في هذه السنوات 3 الماضية التي كنت فيها في الازدحام حفظت القرآن كله ما شاء الله يسمع شاء الله. الآية ويرجع يسمع الآية ويراجع ورايح جاي 3 سنوات كان حفظ القرآن منفردا هذا استغل هذا لم يضحك عليه الوقت بل هو الذي استغل الوقت. يعني يعني يقول ايه شكر نعمة الله في ايه في هذا الوقت الذي يراه الناس هباء منثورة ومتذمر ومتأفف وظهر وجهه هو كان عايش مع حلاوة القرآن. انا هستاذن فضلك في جملة كنت اقولها في معهد اعداد الدعاء للطلاب وبحس يعني نوثقها مع حضرتك. قلت لهم الانتساب بالزور الى القرآن يكرم صاحبه منتسب بالزور يا هذا صدق صدقت فيما قلت. الذي يأتي إلى المجلس مجلس العلم وهو ينوي أن يكتب تقرير في الشيخ أو في المستمع نعم. لن يحرم الفرصة. الهم الجلساء لا يشقى بهم جليس هو جاي بنية شر لا يحرم نعم. ليه؟ أول شيء يقول الله والله الرجل ده يقول كلام طيب أصل شوف الفطرة لا تكذب وتستطيع أن تتغلغل الأفكار الطيبة داخل الفطرة دون أن يدرك صاحبها ولو بعد حين. طب بفضلك بس لازم تفسر لنا وأنت كنت من أقرب الناس لمولانا الشيخ كشك رحمه الله لما أخذ يدعو وقال اللهم اغفر للصف الثاني وتجاوز عن الصف الثالث واغفر لباقي المسجد. قال له طب الصف الأول يا مولانا قال هذا اللي بيكتبوا تقارير رحمة الله عليه يعني جلهم واعرف كثيرا منهم يعني وكان عندي في اسد بن فرات هذه العينات واعرفهم طبعا فسبحان الله جاءوا الاول لمهمه ثم تغيرت المهمه الى همه ثم علت الهمه فصاروا من اهل علو الهمه ما شاء الله بس والله بدون ذكر اسماء بس اكيد طلعوا معاش يا استاذنا معلش يا جماعه المؤمن لا يعرف المعاش ولا يعرف التقاعد. المؤمن سبحان الله يعمل الى اليوم اللحظه الاخيره من حياته طالما انه عمل نافع وطالما ان الله اعطاه يعني طول العمر بحسن العمل والله وبقى اعطاه فرصه للتوبه. واعرف منهم من ذهب فاستسمع الناس ومن كان اذا راى مظلوما ظلمه يوما وتذكره يذهب اليه ويستسمحه بشتى الوسائل لانه يخاف على اخرته سبحان الله. وفي بعد انك والعياذ بالله انه طبس على قلبه فلا يرى نفسه الا مصلحه نعم. المنافق نعم والعياذ بالله
والعياذ بالله يقرأ القرآن فريح القرآن يخرج من فم المنافق، لأن القرآن في ذاته ريح طيب. نعم. لا ننظر من يخرج من من أو من من. يعني يعني أعزك الله، أنا أعرف مش أعرف يعني، يقال أن بعض الناس المقرئين الكبار كانوا يعني عشان يعني يعني يبدعوا في القرآن ربما يعني يتعاطى أشياء مش طيبة وربما يدخن، أو لكن له ريح طيب في القرآن، لكن لا ندري ماذا في قلبه، هذا بينه وبين الله. فالمنافق إذا قرأ القرآن فالقرآن في ذاته ريح طيب، والإنسان يجب أن يعطر. يعني يا بؤسة يا بؤسة من لم يعطر حياته بكتاب الله. وأقول دائما أن أي بيت مسلم الآن فيه عدد نسخ من المصاحف أكبر من عدد النسخ اللي كانت موجودة في العالم الإسلامي أيام علي بن أبي طالب، أيام كان أمير المؤمنين. أي بيت واحد، بيت واحد كان في عدد نسخ من المصحف أكثر من عدد النسخ الموجودة في العالم الإسلامي. لكن ماذا صنعوا بهذه النسخ القليلة، وماذا صنعنا بالنسخ المتعددة؟ لكن سبحان الله أستاذنا، كان من الأشياء الملفتة للنظر في أمر القرآن، فضلتك بتكلمني أمس وبرضو في المسابقات التي ظهرت في الأيام الأخيرة، ظهور عدد من الحفظة في ليبيا ملفت للنظر. وليبيا العجيب فيها، أنا حضرت بأحضر دائما المسابقة السنوية الحقيقة في ليبيا، هي بلد المليون حافظ ما شاء الله، هم 5 مليون، خمس الشعب الليبي يحفظ القرآن. الله أكبر. هذا أمر الله أكبر. والأمر الثاني عشان نذكر الناس بحسناتهم، لأن لما يكون في حسنة يجب أن تنتشر، لأن الناس واخدة موقف أحيانا من الإعلام وغيره. الحاصل على إجازة في القرآن أو في حفظ القرآن يعامل في الدولة معاملة الحاصل على مؤهل عالي حتى لو لم يكن معه الابتدائية، ويأخذ راتبه الراتب كامل، الراتب متكامل منذ أن يحفظ القرآن. يأخذ راتب المؤهل جو، ولا شيء يحسب للليبيا. والله يعني حقيقة أنا لفت نظري دخول في المنافسات وتفوق. لا، اولا احنا حتى عندنا في جائزه دبي الدوله القران الكريم، احنا على مدى ال 12 السنه الماضيه دائما غالبيه الاوائل ليبيين. سبحان الله، عجب. مع ان عرف القران زمان ما بين مصر وتركيا والمغرب، يعني هنا المثلث هنا الصوت وهنا الكتابه وهنا سبحان الله انواع القراءات، لكن او جمال الصوت المصري مع القراءه مع الكتابه التركيه، لكن المجموع أن تظهر الآن ليبيا الحقيقة يعني متفوقة في هذا الأمر. طيب ليبيا 5 ملايين نسمة، فيهم مليون رجل حافظ وامرأة. نعم. بين رجل وامرأة. طيب كم مليون يحفظ الإنجيل؟ أولا ولا واحد ولا شخص. لا لا يحفظ. لا يحفظ. احنا فيما ورد في اظن في مسلم احمد ان سيدنا موسى لما تلقى الالواح قال يا ربي ارى في الالواح امه اناجيلهم في اول صفه اناجيلهم في صدورهم، لان دي مش موجوده اللي عند اناجيلهم في اللهم اجعلهم امتي يا رب. قال كلا يا كريمي انما هم امه احمد. قال ربي ارى في الالواح امه من هم منهم بحسنه فليعملها كتبتها له حسنه فإن عملها كتبتها له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها ما كتبتها عليه شيء فإن عملها كتبتها عليه سيئة، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال يا كريم إنما هم أمة أحمد. قال يا ربي أرى في الألواح أمة يأكلون صدقاتهم، يعني الغني يعطي الفقير واللي هيكون عنده، لكن هناك كانوا يطلعوها قربان فوق الجبل وتنزل عليها صاعقة، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال ابن عباس وصف 11 صفة لمن قرأ عنهم في التوراة، والله يبلغ كريمه أنهم هؤلاء أمة أحمد. أقسم ابن عباس رواه الحديث أن موسى ألقى الألواح من يديه، قال اللهم اجعلني من أمة أحمد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة أحمد. يعني شيء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي دين جنة سهل، دين جنة سهل، ونشأنا في بيئة مسلمة فيها أذان وفيها 5 صلوات وفيها من فضل الله ناس مسلمين وفيها العلماء وفيها المحفظين وفيها المحجبات وفيها المساجد وفيها الفضائيات الحديثة هذه اللي تبث الخير. والله لو سجدنا لله على الجمر ما أدينا حقه نحوها. هذه نعمة لا تدانيها نعمة. أنا أقول لصاحب كل هم أو غم كفى بالإسلام نعمة، أشكر الله على هذه النعمة بس، فالحمد لله أننا مسلمين. يبقى منافق
نعم. ولا يقرأ القرآن كمثل الريحانة. نعم. منافق يقرأ القرآن. نعم. يقرأ كمثل الريحانة. يقرأ القرآن كمثل الريحان. الريح طيب لأن القرآن في ذاته ريح موجود. طيب. لكنه هو مر. مر المذاق لأن إذا عملناه وجدناه مر. لكن إذا سمعنا منه سمعنا منه القرآن. إذن الإيمان وسيدنا الدكتور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعمها طيب على 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 الأترجة. وذاق حلاوة الإيمان. لو مذاق. كده الله يرضى عنا. ولذلك اللي ذاق حلاوة الإيمان وقال العلماء من ذاق عرف. اللي تذوق ده سبحان الله العظيم مثلا مثال يعني لما عكرمة بن أبي جهل يجي عليه في اليرموك الساقي ليعطيه ليشرب وهو منجندل على الأرض أوشك أن تفارقه روحه شهيدا إلى رب. يقول لا أعطي أخي فلان بعدين أعطي أخي فلان أعطي ستة والسابع كان عكرمة مرة أخرى فوجد الساقي أن السبعة قد استشهدوا لأنهم يريدون الشرب من حوض الكوثر خلاص زهد في ماء الدنيا الملوث وعايز ماء نقي ماء قراح ماء ليس كالماء فهذا الإنسان ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان فاللي يتذوق طعم الإيمان ده يعني أولا الإيمان يحس ولا يوصف زي الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة أيضا تشم ولا توصف ولا في الزهرة يعني يقول لك رائحتها جميلة زجاجة العطر هذه رائحته جميلة طب صفه لنا زي الهواء كيف يوصفه لا يوصف الهواء وعد هواه كذا لا يوصف فهكذا فالإنسان سبحان الله العظيم أن لما يتذوق طعم الإيمان يجد هذا على جوارحه لما سهل بن عبد الله كان يصلي مع خاله كان قاعد عند خاله حتى من الأصم فعنده 12 سنة فجاء الولد مذعور بالليل هو وخاله وزوجة خاله يقوموا الليل فقال أنا أتمثل بهم يعني فلما سجد مرة وذهب لخاله يشكو قال يا خالي وأنا ساجد شعرت أن قلبي قد سجد معي فقال عنده 12 سنة صف سادس فلما قمت أو رفعت وجدت قلبي ما زال ساجدا فلما سجد المهم وأنا الآن أكلمك وأشعر أن قلبي ساجد ما تحرك من القبلة قال هكذا يا بني إذا سجد القلب بين يدي ربه لن يرفع إلا يوم القيامة استمر ده ذاك وعرف وسلك طب التربية التي أوصلت ابن سادس ابتدائي ده نعم نعم. هذه التربية تربية منزل وأسرة ولا مجتمع ولا جهود متضافرة تضافرت الجهود كلها من المال الحلال من الأب الصالح من الأم الصالحة من الـ أصحاب الهمة العليا من شيخه من دور المسجد من المجتمع من الذين يغضون أبصارهم ويغضون من أصواتهم والذين يعني يمشون على الأرض هونا والذين لا يتعدون حدودا لهم في التعامل والذين رغم ذلك يشعرون أنفسهم بالتقصير هكذا نشأت ليست نبتة كده يعني طلع لوحدها كده ما ينفعش طيب حتى أستاذنا يكون في نوع برضو من النقد الذاتي يقول أن الدعاء والأصحاب الفضيلة السادة العلماء بيوجهوا نصائحهم إلى كل ضعف المجتمع لكن ندخل فيما يخص حفظة القرآن أحيانا ترى في حفظة القرآن نظرا للنعمة العظيمة التي هو عليها فتلاقي أصابه شيء من الكبر هذه مصيبة إذا دخل القارئ أو الحافظ أو العالم أو أي إنسان ذرة من كبر أو ذرة من حسد كان شيخنا الله يرحمه الشيخ غزالي يقول لشهوة الزنا في قلب شاب جامح أهون عند الله عز وجل من ذرة حسد في قلب عالم لأخيه أعوذ بالله طبعا طب كيف يثمر العلم شوف الجملة اللي تكتب ما ذهب هذه والله احنا أصبنا في الشيخ محمد الغزالي أصبنا إصابة كبيرة الأمة لم تستفد من الشيخ محمد الغزالي وأنا أرى أن هذا الجبل الكبير سوف يتعلق في رقاب الحكام المتتاليين وأولياء الأمور الذين لم يتركوا الشيخ يتبوأ مكانه من التربية لأنه كتب من أيام الملكية هو كتب في الأربعينات ما يصح أن يقال في الألفية الثالثة 1948 بالضبط اللي كتبوا في 48 يصح أن يقال في سنة 3048 لا إله ميلادية حقيقة لأن المبدع دائما كما قلنا في حلقة سابقة المبدع محارب وبمقارنة أي إنسان ليس يعني هوى تبع الشيخ ولا غيره لو قولنا أي عالم في القرن العشرين
بالشغل الغزالي، هذا يجرح مقام الغزالي رحمه الله عليه. انا الله. اقول هذا وانا والله شهيد على ما اقول. رحمه الله. يعني انا يعني لا لست في مكانه المقارنه بين عالم وعالم، فانا اقل من هذا، لكن لفهمي وتفهمي لفكر الشيخ، وانت اقرب الناس الى فهم فكره والتبحر في فيما كتب وفيما قال رحمه الله، يعني ترى ابداعا الهيا وضع في ذهن الشيخ وفي قلبه، فوجدنا هذا النتاج العجيب من لو اجتمعت أمة من العلماء أن تكتب ما كان يكتبه الشيخ في مقال صغير، والله العجز حقيقة. طيب أيضا أرى أحيانا أبنائنا ليه في أصبح أمر عوج، يعني مثلا تجد تكلم على سن 12 سنة أحد أولادنا عنده برضو في نفس العمر أو يزيد سنة، ولما غضب من أمي وحفظ القرآن يقول لها انا التاج بتاعي مش هحطه على دماغ حد يوم القيامه. يا الله يا لا الله لا لا. بيمن على امه واقول ان هذا هوى الطفل زي بعض. يعني احنا برضو يعني يجب ان نحتضنه. لان ايضا هذه بدايه سن البلوغ، بدايه التمرد، وحفظ القران حفظ، لكن هو لم يدرك بعد معاني القران، هو اصبح كاسد. يعني حاول القران اصبح مصحف، نسخه كاسيتيه. نعم. يعني مش نسخه مصحفيه، هو نسخه نسخه سيديهيه او قرصيه كان اذا جاز التعبير. فهذا هذه النسخه القرصيه لسه تنقصها بس شويه التربيه من القران ان شاء الله. نعم. إن شاء الله. وربنا ان شاء الله هيحفظه باذن الله ويحفظ اولاد المسلمين يا رب جميعا ان شاء الله باذن الله. المنافق والعياذ بالله لا يقرأ. لا يقرأ القرآن. لا. كالحنظلة. لا طعم ولا ريح. ولا لا. طعم مر. طعم مر. والعياذ بالله لأنه منافق وما فيش ريح. فأي خير أن تأخذه. يعني ولذلك لما يطلع كده يقول لك إيه. أنا أرى مثلا أن قضية الناس بتوع الدين دول أن هم الحقيقة ضيعوا على الأمة. ده في أي ميزان تضع؟ يعني في أي خانة تضع؟ هو مش كمان يعني مش اذا بتريدوا فاستتروا يا اخي، لم الدور شويه زي ما بيقولوا بالعاميه المصريه، عيب عليك. لكن طب جاي اللي عند المصابيح الامه وسبحان الله ياخذ الفراش لما يجد المصباح بيحوم حوله وقد يكون هلاكه فيه، فلماذا انت تريد ان تطفئ مصابيح الامه؟ يعني سبحان الله. فهذا الذي يعني هو له مؤمن هو منافق والعياذ بالله بوجهين، ورغم ذلك لا يقرأ القرآن. يا أخي حتعطر لعل كلمة تخترق هذا القلب القاسي فربما تحوله إلى قلب نظيف، من عارف. طيب هذا المنافق لو نظرنا إليه نجده أنه يعني متسق مع نفسه، هو منافق ولا يقرأ القرآن. لا. المنافق الذي يقرأ القرآن لما يقرأ القرآن هو منافق؟ لا، قد يتكسب به. لأن القرآن أيضا وسيلة التكسب والعياذ بالله. لو أنه يعني الاتجاه بتاع النية يعني تذهب بعيدا باتجاه القبله العاديه اللي يجب التوجه اليها، والعياذ بالله يصير القران وسيله رزقه له، فهو يريد ان يجمل كلامه. طبعا احنا ياما في كم من الزعماء كانوا يبداون الخطابات بتاعتهم بايات من القران او يختمون ايه القران، ولكن هو ضد اهل القران، فكيف تتسق هذه؟ يعني طب ضرب مثال بسيط، مثال بسيط خالص. ايه الوضوء. نعم. بعدها بضع ايات تحدى السرقه تقريبا ما في صفحه واحده، دي اول الصفحه وده اخر الصفحه، صح؟ تقريبا. نعم. لماذا عندما نقرا ايه الوضوء هذه نذهب فورا لتطبيقها كما هي؟ فرأت. تمام. فرأت. اقطعوا ايديهما. طيب السارق والسارقه لما جاء الامر لما اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، قمنا غسلنا. ولما جاءت ايه القتل، لا والله اصلا بصراحه مش عاجبني الحته دي، لا انا عاجباني حكايه الوضوء دي، لكن قطع يد السارق دي مش لطيفه. طيب وكان الحسن البصري له منطق لطيف، لما خرج فوجد بيحد يد سارق فتبسم، فالامام عجيب يعني تتبسم يعني، قال عجبا سارق السر يحد سارق العلم، هو مين بيحد من يحد من؟ طب انت خايف ليه؟ يعني هل انت قريب له؟ هل في شبه يعني؟ هل الجينات واحده؟ الكروموسومات هل البطن الولاده واحده يعني؟ هل انتوا توأم في ايه؟ طب انت زعلان؟ يقول لك بالضبط زي ما كنا قاعدين في المسجد، يا اخي اللصوص دول والله شيء، واحد يقف عيب يا استاذ. يعني طب انت زعلان ليه؟ فهكذا. فانا ايه الوضوء
مطبقة عند الكل. هقول فورا اغسل واسبغ الوضوء وخلل الاصابع وما شاء الله ده. ونسأل عن المستحبات والمكروهات والمندوبات والمبطلات وكده تمام. وآية السرقة ولا كأننا قرأناها. ألا ينطبق علينا نؤمن ببعض الكتاب؟ فضلتك لفت أنظرنا إلى قضية عظيمة، قضية الجوار. ها؟ أيضا كتب عليكم الصيام. أيوة. وكتب عليكم القتال. فلماذا صمنا ولماذا جئت قضية قتال؟ لا لا قتال من يوم. والفعل هو هو. تمام كتب. تمام. شوف نحن يعني أنصاف مسلمين. عشان بس اذا كنا نقعد القواعد يعني ما حد يزعل يعني ما مش كله رقائق رقائق يعني لازم برضو ايه حقنا كده. انا اول انا استفيق في نفسي على الاقل يعني لماذا انا اؤمن ببعض ولا اؤمن ببعض. اقول لك شيء يعني هو معذره يعني المراه الغير محجبه عندما تاتي للصلاه ماذا تصنع؟ تتحجب، تغطي نفسها. فاذا انتهت الصلاه في العمل كانما ايه انتهى هذا الدور فالالعب دورا اخر. هذه تقرأ القرآن والقرآن طعمه ريحه طيب ولكنها هي مريرة في الطعم. بس أنا ما يعني أنا هذه عندما أنظر إلى بالضبط كده أنا يا ربي عجبني الصلاة وعجبني الوضوء وعجبني الصيام. لكن حكاية الحجاب دي فيها قولان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تضيف لها لآية الأحزاب هذه آية النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما صور العشرين نوع من أو مئة نوع من الحجاب هذا استعباط. طيب أستاذنا لو سألنا سؤال في جموع المسلمين وقلنا من من الأمم قال سمعنا وعصينا؟ بني إسرائيل. يقولوا اليهود على طول فورا. طيب واللي بيتعامل بالربا ده سمعنا وعصينا وترفض الحجاب سمعنا وعصينا ترفض الحجاب والذي ياخذ ميراث اخواته سمعنا وعصينا. معنى سبحان الله لتتبعن سنن من كان قبلكم هي نفس القضيه. طيب فضلتك احيانا تضرب المثال يعني فتضع يدك على الجرح اللي هو لا ياخذ ميراث الاخوات ولا يقول لك ايه تعال نرضيهم. لا لا ما تاخدوش ارض، ما حدش يزرع ارض الحاج فلان، لا اخده مقابل لانه وجد اباءه على امه وهو على اثار من المقتدين. بس خلي ابوه ينفعه، خلي جده ينفعه، بس خلاص ده ضل واضل وتطلع الذريه يكره. ليه الكراهيه في المجتمع مستمره؟ لاننا كلما ابتعدنا عن النور ضلت بنا السبل. هي كده هي كده. فتفرق بكم عن سبيل. تفرقنا ليه؟ لان يعني والمتعارف بيننا كإلف الأعراف هذا أقوى عندنا من الدين. بس فلما يكون أقوى من الدين خلاص يقول لك نودي وشرين من الناس فين؟ أدي أرض الحاج فلان الله يرحمه أبويا للغريب، والغريب ده زوج أخته. أنت مالك أنت؟ هي حقها ولا مش حقها؟ وهي دي مش بنت الحاج فلان. لا إزاي؟ ما هو خلاص ما هي نفس القضية. هو نفسه يعني في مؤتمر الأسبوع الماضي كنا بالعنف الأسري بتكلم ان بعض من الامهات او الزوجات بتلد البنت الرابعه وعند البنت الخامسه تذهب خالتها وعمتها لتطيب خاطرها. اجرك الله ربنا يعوض عليك بالخير باذن الله يجي الوالد ان شاء الله. اصبري واحتسبي هذا قضاء الله وقدر. بالضبط كانها في مصيبه. فوقفت احدى المتحدثات في المؤتمر وهي استاذه كبيره يشار اليها بالبنان قالت انا ابويا طلق امي لان انا كنت رقم خمسه. تطبيقا لكلامك قالت انا في بيئه في دولة ما مسلمة عربية قالت أبويا طلق أمي لأن كنت رقم خمسة من البنات البنت رقم خمسة فطلق أمها. طيب يبقى بالله عليك طيب أين الدين من هذا؟ فبالتالي هذا الذي ينظر إلى المرأة بهذه النظرة وهذه البنت بهذه النظرة كيف يورثها؟ يبقى نرجع لقضية إيه؟ لقضية يعني النساء للحلب والصرش. نعم. طيب أستاذنا فضلتك أشرت إلى قضية مهمة أنه المنافق الذي يقرأ القرآن انما يقراه لعرض زائل في الدنيا يتكسب وهو حج عليه ايضا حج عليه مصيبه ثانيه. نعم. يعني هو يتكسب به احيانا وهو حجه عليه انه يقراه يستكثر يقرأه. هو يستكثر من حجج الله عليه والعياذ بالله. الله يفتح عليه. طيب في نقطه هنا عايزين نوضحها انه بعض المحفظين يتحرج من اخذ الاجر على القران الكريم.
طيب المحفظين دول لو ما خدوش اجور من الذي سيحفظ القران؟ لا لا، لو لم يكن له الا هذه المهنه، ما يعني انا من الواجب اغضب من الاب او الام اللي يتصل بي يقول يا شيخ عندي محفظ اعطيك كم في الساعه؟ اقول له يا اخي بالله عليك لو هتعلم ابنك تنس، سكواش، بيانو، احنا خلينا بس احنا عايشين في مجتمع، هتعطيك كام؟ يقول لي كذا. طب يعني زودها تخيل زودها شويه بتاع القران بتاع النوتة، زودها بعدها بتاع النوتة، دي النسخة الموسيقية. طب واللي جايك بالنسخة القرآنية بالنوتة الأساسية؟ نعم، اللي هتهديك وتحط التاج على دماغك ودماغ اللي خلفوك. بالله عليك يعني ما يستحقش البركة؟ نعم. لماذا ينظر إلي هذه النظرة؟ خليه زي مدرب التنس، بس خليه زي مدرس الفيزياء. أيا كان. لا مدرس الفيزياء حاجة كبيرة شوي. لا يعني أنا أريد أن أقول أن لابد أن ينظر إلى حملة القرآن وإلى حملة الله. واحد يحمل القرآن في داخله، عايز أكثر من كده؟ سبحان الله العظيم. فيعني نسأل الله أن يفيقنا من غفلتنا وأن نقدر. نحن لا نقدر أشخاص، نحن نقدر ما يحمل. هو أنا لو ظلمني واحد معذرة عشان أعفو عنه، أنا لو استشعرت للحظة أن هذا خليفة الله في أرضه، والله أنا أكيد مش هزعل منه. نعم يا أخي، الوزير لو بعت لمدير مكتبه هحترمه احترامي الوزير، نفرض رئيس الدولة أو رئيس الوزراء بعت رسالة أو مش بعت رسالة، حتى بعت في أعزاء أو مناسبة، أنا مندوب الرئيس، هو أين يجلس هذا الرجل؟ تحت اللافتة المكتوب عليها مندوب الرئيس. بس. فما بالك بأن هذا خليفة الله في أرضه وهو أي بشر. نعم، طائعهم وعاصيهم. إذا نظرنا إلى هذا يعني استفقنا. نعم. إذن القرآن الكريم يمثل المسك الذي يضوع شذاه في المجتمعات المسلمة. نعم. والإنسان الذي حرم نفسه من القرآن حرم نفسه من طيب الرائحة، وإن بقي له أصل الإيمان. هو أولا هو الإنسان عندما كلما ابتعد عن القرآن كلما ابتعد عن شحن البطارية بالشحنة الأساسية الجسد. إذا لم يأكل ولم يشرب أياما ثلاثة هزل وسقم وأدركه المرض ثم الموت. القلب إذا لم يدخل القرآن فيه كل يوم كما كان البصري يفعل أيام يفتح المصحف وجدد العهد مع ربي ثم يغلقه عشان بس عينه تقع عشان كده ياخذ العهد، ما هو ده العهد. لكن انا لو وصيت ابني وصيه قلت له احمد يا ابني خلي بالك الوصيه دي اهم وصيه لك، وحطها في علبه مذهبه ومفضله، وكل شويه بعد ما اموت يفتح العلبه يقول ايه وصيه ابوي، وبعدين يغلقها تاني، طب كيف ولم يقراها، او اذا قراها ما نفذ الوصيه التي هي فيها، كيف استفاد احمد من وصيتي؟ يعني نفس القضيه، الله عز وجل اعطانا هذا المصحف، هو وصية نضع في المفضل والمذهب وبعدين وفي المتاحف، لا والديكور في السيارة، وتحت السيارة طبعا وفي المحل، لا وبعد كده مولانا بيحطه تحت دماغه عشان ما يشوفش الكوابيس. بس بالله عليك فماذا اقول له؟ هذا هو نفسه كابوس، هيجي له كابوس من بره ليه؟ هو مادة خام للكوابيس، هو نفسه كابوس على يعني يا راجل يا مؤمن، ده ابو نواس كان متزوج واحده تطلع الاسرار بتاعته، ويقعد ورا الستاره كانت تسمع اي اخبار ويقولها تروح نشرها في المنطقه. فاول ما قعد مع صاحب لو عايز يقول له سر عن امير المؤمنين، فضرب الستاره بيده وقال تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. فنفس القضيه، هذا انسان غربال اذا استودع سرا كانونا على المتحدثين، كابوس في ذاته، فكيف يوضع تحت راسه المصحف كي يهدا؟ الهدوء بالعمل بما في المصحف، وقال ربنا ليبلوكم ايكم احسن عملا، ما طلب منا اكثر اعمالا ولا اخلص اعمالا، قال احسن عمل. القران الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر. أنية وعطروا بها بيوتكم، وعطروا بها مجالسكم، وزينوا بها أسماعكم وأخلاقكم. وعلينا أن ننظر في أولادنا، أن ننتقي من أولادنا النجباء الذين يتحملون هذه الأمانة،
ليس شرطا أن يحفظ الكل القرآن الكريم، ولكن أن نتخير من يصلح لحمل هذه الأمانة. فمن حفظ القرآن ألبس والداه تاج الوقار يوم القيامة. قال شراح الحديث: هذا في من حفظ، فما بالكم بالحافظ؟ فلا تفوتنا في أنفسنا ولا في أولادنا. اسأل نفسك أنت من الآن ما هي علاقتك بالقرآن الكريم، وكن صادقا. بعض الناس إن صدق سيقول علاقتي بالقرآن مبتوتة مقطوعة، وفي بعض الناس علاقته بالقرآن سنوية بالسين، يعني مع كل رمضان إذا جاء رمضان تذكر المصحف ورجع إليه. ولكن هناك من خلق الله عز وجل الحال المرتحل الذي كلما انتهى لا يلبث أن يبدأ. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إذا ختم ختمته وقرأ سورة الناس بدأها بسورة الفاتحة مباشرة، ويقول: أخشى في هذه البرهة أن أكون ممن هجر القرآن. هجر القرآن هجر في التطبيق والأحكام والمحاكم والتنفيذ، وهجر في تطبيق أخلاقي وفي تطبيق المعاملات القرآنية، وهجر للقراءة. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إياك أن تكون ممن يشكوهم رسولنا إلى رب العزة والجلال. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا وإياكم مجالس القرآن مع أهل القرآن. عايز من فضلتك دعوة لأولادنا في حفظ القرآن الكريم. أنا يعني هقول لمحة بسيطة وواجب، يعني ما دام أخذته من كلام فضيلتك، من من المشاهدين والمشاهدات نوى نية صادقة أنه يشير إلى ولده فلان وابنته فلانة أن يقول من الحافظة من الآن، يعني هذه يعني مسؤول، يعني يقول أنا من الآن أخذت من كلام فضيلة الشيخ محمد وضيفه في 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 أمامه أن إن شاء الله رب العالمين أن الولد فلان وده دول إن شاء الله الحافظة بتوع الأسرة. أستاذنا فضيلتك ما تقوله من علم التربية العالي هذا. العوام، أنا رأيت العوام في الصعيد الناس البسطاء كانوا يقولوا إيه، أنا الواد ده وهبه للمصحف. الله أكبر الله أكبر. ويؤجر بنيته. نعم. حتى ولو لم يحفظ. حتى ولو لم يحفظ. فإن شاء الله رب وأولادنا نبيين وفضلاء. فضلتك وجه أنا أريد إلى الأسر. أن أقول أن كل أسرة يجب أن تنتدب ولدا أو بنتا. على الأقل. على الأقل يكون في الأسرة دي حافظ لكتاب الله. يعني يصنع الخير كله لهذا البيت من جراء هذا الولد وهذه البنت، ودي إن شاء الله تكون أمانة في هذا البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله والمجالس بأماناتها، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أترككم في أمن الله وأمانه على أمل بلقاء قريب قادم، ورحمات الله عليكم وبركاته. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقط على 33 85 85 85. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة جدا من حلقات الشركة السعودية للمنتجات العصرية. النهاردة يا جماعة حلقتنا حلقة التقدم، حلقة التواصل، حلقة العروض، حلقة التخفيضات، حلقة جامدة جدا كلنا مستنيينها السنة دي، حلقة خاصة جدا بموسم الحر جدا اللي احنا فيه. أستاذ خميس الباشا، إيه موضوع الصيف اللي معانا السنة دي؟ الصيف السنة دي جامد جدا والحر كمان جامد جدا. ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تعمل شغلها في الصيف، ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تنام في الصيف، ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تذاكر في الصيف. علشان كده الشركة السعودية النهاردة جايبة لحضراتكم عرض مميز جدا جدا، وهو عرض المروحة. عرض المروحة اللي احنا بنقدمه النهاردة بيختلف عن كل اللي موجود في السوق، لان منتجنا النهاردة احنا بنقدمه في ثلاث مفاجآت لأول مرة من الشركة السعودية. أول مفاجأة
دلوقتيهم طبعا السعر زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما عودناكم على سعر مميز جدا. مفاجأتنا النهاردة في السعر، علشان كده بدعو حضراتكم لمتابعة الحلقة كاملة معانا علشان تتعرفوا على بقية مفاجآت الشركة السعودية النهاردة مع المروحة السحرية اللي احنا بنقدمها النهاردة في عرض خاص جدا. استاذ خميس الباشا اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. من شويه كنت سامع حضرتك عمال تتكلم على الحر والصيف وبتاع، وجايب حاجات معاك جامده جدا.